اليوم راح نحكي عن النقيلة الميتاستاسيس. مثل ما حكينا بالمحاضرات السابقة مواصفات الأورام الخبيثة والحميدة، اليوم نستمر ونتكلم عن أحد أخطر الصفات للأورام الخبيثة، واللي هي النقيلة الميتاستاسيس، والتي تعني انتقاد الورم من مكانه الأصلي إلى أماكن أخرى في الجسم. إذن الميتاستاسيس is defined by the spread of a tumor to sites that are physically discontinuous with the primary tumor. تعرف النقيلة بأنها انتشار الورم إلى أماكن غير متصلة، يعني متصلة فيزيائيا أو جسديا، يعني ضمن النسيج الواحد مع الورم الأصلي، يعني الورم الأصلي في مكان والنقيلة تكون في مكان آخر تماما، ما متواصل وياه، يعني مو نفس النسيج أصلا، في نسيج آخر. And unequivocally mark a tumor as malignant، وبالتالي بدون شك تعلم هذا الورم على أنه خبيث. إذا هذه الصفة تجعل الورم خبيث، يعني خلاص نحكم عليه إذا كان أكو نقيلة ما يحتاج نباع نسيجيا مباشرة، هذا يعتبر ورم خبيث. As by the definition, benign neoplasms do not metastasize. كذلك وهذا من التعريف معروف أنه الأورام الحميدة لا تنتقل. إذا بما أن الأورام الحميدة ما تنتقل، فأي صفة النقيلة مرتبطة حصرا بالأورام الخبيثة. The invasiveness of cancers permits them to penetrate into blood vessels, lymphatics and body cavities, providing the opportunity for spread. الغزو، عملية الغزو اللي شرحناها بالمحاضرة السابقة اللي تقوم بها الأورام السرطانية، تسمح لهم باختراق الأوعية الدموية، وتسمح لهم باختراق الأوعية اللمفاوية، وتسمح لهم باختراق تجاويف الجسم، مثل تجاويف الجسم، مثل تجاويف الصدر اللي هي المحيطة بالرئة، الخلب، يعني الجنب عفوا، أو الخلب البريتون اللي تجويف البطن إلى آخره. Providing the opportunity for، وبالتالي توفر فرصة للانتقال من توصل إلى هذه الأماكن، لو عدة دموية، لو عدة لمفاوية، وتجاوز في الجسم. All malignant tumors can metastasize. كل الأورام الخبيثة تستطيع أن تنتقل. But لكن some do so very frequently and infrequently. لكن بعض الأورام لا تقوم بهذه، لا تمتلك أو لا تقوم بهذه الصفة أو هذه العملية بشكل دائم. يعني أكو استثناءات. Examples include malignant neoplasm of the glial cells. الأمثلة على ذلك أورام الأورام الأرومة الدبقية اللي تصير بالدماغ، أورام السرطان، ورم السرطان الخبيث اللي يصير بالدماغ، تحديدا الأرومة الدبقية اللي هي الخلايا الساندة للخلايا العصبية في الجهاز المركزي العصبي، Central Nervous System، تحديدا الدماغ، called glioma، اللي سرطان الجلايوما. الجلايوما هو السرطان اللي يصيب الخلايا السانده للنسيج العصبي، الجليال سيلز، سرطان مالته هو الجليوما. وبالتالي هذه الاورام المعروف عنها انه ما تنتقل الى مكان بعيد عن البرين، فقط تبقى محصوره داخل الدماغ. بالاضافه الى هذا، البيزل سيل كارسينوما، سرطان الخبيث للخلايا القاعديه المن للجلد، هذا ايضا ما ينتقل بشكل يعني واضح الى اورام، الى اماكن اخرى، كون اورام في اماكن اعضاء اخرى داخل الجسم. كلا الورمين، both of these cancers invade early in their course، يغزون الانسجه المجاوره في بدايتهم، لكن نادرا ما ينتقلون. اذا هي هذول اورام خبيثه، لكن صفه النقيله تكون مرتبطه بهم بشكل قليل، لذلك انه اكو استثناءات لكل قاعده. بما انه هي القاعده الرئيسيه انه الاورام الخبيثه تنتقل، اذا الشاذ مالتها ذني الورمين، النوعين من الاورام اللي ينتقل ايضا، لكن بشكل قليل او نادرا ما ينتقل. It is evident then that the properties of invasion and metastasis are separable. وهذا دليل على انه خاصيه الغزو وخاصيه الميتاستاسيس خاصيتين منفصلات. يعني ممكن هو يغزو النسيج المجاور لكن ما ينتقل، مو شرط. تمام؟ فاذا الانفيجن والميتاستاسيس صفتين منفصلتان، لذلك احنا حكينا عن الانفيزفنس، واستدنا نحكي عن الميتاستاسيس كصفه اخرى تماما خطره
وهي صفتين ثانية أخطر لصفات أورام الخبيثة، الغزو والانتقال. In general, عموما, the likelihood of a primary tumor metastasizing correlates with the lack of differentiation, aggressive local invasion, rapid growth and large size. عموما انه يعني انتقال الاورام الاوليه، يعني الورم الاولي هو المكان اللي نشا به الورم، يسمى ورم اولي. انتقالها يرتبط بمواصفات، يعني من الورم يمتلك هاي المواصفات، فاذا هو ممكن ينتقل. شنو هاي المواصفات؟ lack of differentiation، اذا تذكرون بالمحاضرات الاولى والثانيه حكينا على النسيج اللي هو poorly differentiated او well differentiated. lack of differentiation يعني poor differentiated tumor معناها خبيث. لا تتذكرون حكينا انه ال well differentiated tumor زي الاورام اللي تشبه النتيجه اللي نشات منها، وال poorly differentiated ما تشبه، وبالتالي كل ما النتيجه ابتعد عن النتيجه الاصليه فزادت خباثته. هاي التذكير طبعا. aggressive local invasion كذلك الغزو للنسيج المجاور بشكل الشديد، اذا امتلكت هاي الصفه، اذا اكو غزو شديد للنسيج المجاوره الطبيعيه، فاذا نتوقع انه ممكن انه اكو فد نقيله. ايضا النمو السريع الرابيد جروث، صفه النمو السريع ايضا تكون مرتبطه بها في على الاغلب طبعا الانتقال الورم الى اماكن اخرى. والصفه الاخرى الاخيره هي اللارج سايز، الحجم الكبير. يعني الاورام اذا كل ما كبر حجمها وتركت بدون علاج، كل ما كان هناك فرصه اكبر لانتقال الورم لاماكن اخرى. لذلك دائما نشدد ويشددون الباحثين والعلماء على انه يجب انه نقوم بتشخيص مبكر وتحديد الاورام مبكرا وازالتها مبكرا، وليس من الصحيح ان نترك الورم لفتره اطول حتى لو كانت صفاته تحمل صفات ورم حميد، لان ممكن يتحول الى خبيث، او من سيتو يتحول الى انفيزيف، والانفيزيف يتحول الى ميتاستاسيس، وبالتالي يؤدي الى صعوبه علاجه، وبالتالي يؤدي الى الوفاه. There are innumerable exceptions، هناك استثناءات عديده. However، على اي حال، small well differentiated slowly growing lesions sometimes metastasize widely. هنا انا اشوف مثل ما حكينا كل قاعده شواذ، انه الاورام اللي تنمو ببطء، اكو اورام تنمو ببطء وايضا well differentiated، ايضا تشبه النسيج الاصلي زين وصغيره، لكنه تنتشر بشكل واسع. Conversely, some rapidly growing large lesions remain localized for years. لكن اكو بعض الاورام الكبيره تبقى متموضعه لمده سنوات، وهي تحدد عوامل كثيره حسب صفه الورم وصفه درجه خباثته وغزوه للانسجه المجاوره، وبالتالي علاقته بالمضيف. اذا اكو شواذ لهذه القواعد، لكن احنا نمشي على القاعده الرئيسيه اللي تعني انه كل ما كان الورم سريع النمو، كل ما كان كبير الحجم، كل ما كان غزو شديد للانسجه المجاوره، وكل ما كان قليل الدفرنشيشن، قليل تشابه النسيج الاصلي، فاذا هو خطر وممكن ان يسبب لنا انتقال الى نسيج اخر. شنو طرق الانتقال؟ باثويز اوف سبريد، يعني هاي حقيقه مهمه واعتقد تركزون عليها وتحفظوها تعرفوها كل زين. Dissemination of cancers may occur through one of three pathways. انتشار وانتقال الاورام الخبيثه يتم من خلال هاي الطرق الثلاثه الرئيسيه. اولا direct seeding of body cavities or surfaces. seeding هي البذار، يعني انتقال المباشر للخليه الورميه البذره يعني داخل تجاويف الجسم او الاسطح، وش راح نجي نشرحها. واللي قلنا قبل شوي الاشهر بودي كافيتيز اللي هي الخلب البريتون والجنب اللي هو اللي يحيط بالرئه. اثنين طريقه الانتقال الثانيه هي الليمفاتيك سبريد، الانتشار اللمفاوي عن طريق الاوعيه اللمفاويه الليمفاتيك سيستم. والطريق الثالث هو الهيماتوجينوس سبريد، الانتشار عن طريق الاوعيه الدمويه. وأيضا هناك طريقة اللي يسموها الياتروجينيك. الياتروجينيك سبريت، الانتشار الناتج أو ما هو التعريف الياتروجينيك، هو المرض الناتج من خطأ طبي. إذا هو انتشار الورم نتيجة المادة الأجهزة أو المواد الجراحية.
يعني شنو مثلا جراح دا يسوي استئصال للورم، زين الشفرة اللي استأصل بها الورم من دخلها داخل الورم، والورم صار بي انفتح اكو خلايا سرطانية شلبت بالمشرط، من نفس المشرط استعمله وراح للحافة وقطع النسيج الطبيعي، فبدون هو ما يقدر يشوف الخلايا السرطانية اللي ملتصقة بالشفرة راح وين يصير لها سيدنج يعني تشلب بالنسيج الطبيعي، فهو تالي استأصل الورم وشاله وطلع. لكن الخطأ اللي ارتكبه انه هو نفس المشرط ما بدله، اللي استعمله لقطع اجزاء الورم راح بيه للحافة الطبيعية وأيضا استأصل من عندها، وبالتالي خلايا سرطانية تشلبة بالمشرط تشلبت بالنسيج الطبيعي، وبالتالي من راح يغلق العملية ويعوف المريض وراء فد عدة أشهر من هاي الخلايا اللي بدأت تنمو وتتكاثر إلى أن بدأت تتكون ورم واضح، يلا راح يكتشفوها، وبالتالي يرجع المريض نتيجة الخطأ اللي ارتكبه الجراح، وبالتالي اللي سبب له سيدنج بذر لبذرة ورم في مكان أو في نفس المكان أو في حجز في مكان أبعد شوية. فإذا هذا ناتج من خطأ طبي. معطينا مثال يقول why biopsies of this is for example why biopsies of testicular masses are never done it is generally rare and not discussed further. لذلك بعض لذلك إنه ما ممكن مثلا من أكو بالخصية كتلة سرطانية ابد ما يفضل انه ياخذون منها بايوبسي يعني خزعه عينه، لانه انت ممكن من راح تكسر الحاجز الوعاء الدموي ممكن راح تسمح انه من حطمت النسيج الورمي واخذت منه قطع، هذا التحطيم اللي سويته من اخذت شنو البايوبسي قضمه، ياخذون قضمه يعني شلون العضه كانه للنسيج حتى ياخذوه يفحصوه جوا المجرى، هاي القضمه تخلي الخلايا السرطانية تتحرر من مكانها، وبالتالي هم سويتوا ديسربشن للوعاء الدموي طبعا اكيد، لانه من هاي القضمة هم حطمت وعاء دموي تلقائيا، هاي الخلايا اللي تحررت من المكان الورم راح تسبح وتدخل بالوعاء الدموي اللي حطمناه اللي حطم الجراح بالبايوبسي من عند اخذ هذه القضمة، وبالتالي بتنتقل. لذلك نهائيا من اكو ورم هذا المكان ما ممكن الجراح يسوي له بايوبسي مباشرة، يستأصل بدون باي بايوبسي. الطريقة الثانية بطريقة الانتقال اللي هي هسه راح نحكي عليها بالتفصيل seeding of body cavities and surfaces، اللي هي عملية البذر أو التموضع المباشر في انتقال مباشر من خلال تجاويف وأسطح الجسم. seeding of body cavities and surfaces may occur whenever a malignant neoplasm penetrate into a natural open field lacking physical barriers. عملية انتقال الأورام في تجاويف الجسم، انتقال الخلايا السرطانية اللي هي البذرة، الخلية هاي الوحدة يسموها بذرة، لذلك يسموها seeding، seeding البذار. لذلك أنه بذر الخلايا السرطانية داخل تجاويف الجسم والأسطح تحدث اي متى ما اخترق النسيج السرطاني الخبيث، اخترق النسيج الطبيعي ووصل الى منطقة مفتوحة طبيعيا تفتقر الى وجود حواجز، يعني مثل ايش؟ مثل ما قلنا من يوصل الى مثل ورم بالرئة ونمى باتجاه الخارج لما نوصل الى الفراغ الموجود ما بين الرئه والاضلاع، هذا الفراغ اللي هو نسيج الجنب البلورال، هذا من يوصل يمه راح خلايا تسبح بالسائل المحيط به وتنتقل تالي لاي مكان اخر، وبالتالي ايضا الاورام الجهاز الهضمي مثل الكبد والمعده والامعاء من تطلع الى تجويف البطن او الخلب البريتون ايضا راح تنتشر بهذا المكان بسهوله داخل هاي التجويف المفتوح، لان ماكو حاجز يفصل السوائل اللي تسبح بها الجهاز الهضمي الامعاء والكبد ماكو حواجز، فراح تنتقل الخلايا بكل سهوله. اذا most often involved is the peritoneal cavity، مثل ما قلنا على الاغلب اللي من راح يا التجويف اللي مشمول بهاي العمليه البريتون الخلب
But any other cavity, البلورال الجنب اللي هو قلنا اللي يحيط بالرئة، البريكارديال اللي يحيط بالقلب، الصو أركينويد اللي يحيط بالدماغ، المفصل joint spaces مساحات المفصلية ربما أيضا تأثر، يعني ورم مال العظم ينمو باتجاه رأس العظم وتخترق الغضروف ويصبح بالسائل المفصلي وينتقل للمكان الثاني أو وهكذا. أو المحيط إذا وصل للورم للتجويف المحيط بالقلب، أو وصل للتجويف المحيط بالصدر مثل ما قلنا وهكذا. الصورة اللي قدامكم هنا على اليمين اللي هي صورة 7-15 هي توضح سرطان القولون، اللي طبعا سرطان القولون هذا الكتلة الورمية اللي تشوفوا قدامكم اللي هي اللي بيها البقع الغامقة، هذا هو سرطان القولون. واللي بصف الفراغ اللي تشوفوه هو البريتون. فالسرطان هذا اخترق النسيج الشحمي والطبقات المحيطة بالقولون ووصل إلى المنطقة المفتوحة اللي هي البريتون. فتشوفون شلون الورم مباشرة دا يطل إطلالة مباشرة على البريتون، وبالتالي هذا ممكن ينتقل داخل التجويف البطني بحرية إلى كل الأعضاء الأخرى الموجودة داخل التجويف البطني. Such seeding is particularly characteristics of carcinoma arising in the ovaries. قلنا مثال هنا إنه هاي عملية البذار علامة مميزة للسرطانات اللي تنشأ بالمبايض. المبايض ايضا موجوده داخل جسم الانثى ايضا في تجويف البريتون ومفتوحه موجوده، ولكن which infrequently spread to peritoneal surfaces. هنا ايضا لكنه يقول رغم وجودها بالبريتون لكنه ما تنتقل الى الاسطح الداخل القلب، which become عفوا هي صحيح which is infrequently، لكن هنا ده يقول مو دائما لكنه تنتشر الى الاسطح which become coated with heavy cancerous layer. وهاي الاسطح مالت الاعضاء الداخليه راح تكون مغطاه بطبقه سرطانيه ثقيله، يعني من يفتحون الجراح من يفتح البطن راح يلاحظ كل الاعضاء الداخليه اللي مثل منه المعده والامعاء والكبد والبنكرياس والى اخره، كل هاي الاعضاء الموجوده بالبريتون تحيط طبقه شكلها غريب تحيط كل هاي الاعضاء، اذا راح ينمو سرطان الاوفري ويغطي يسوي كوتينج يعني طبقه على شكل غطاء تحيط كل هذه الاعضاء. زين. Remarkably the tumor cells may remain confined to the surface of the abdominal viscera without penetrating into the substance. ومشي مثير للاهتمام يقول انه هاي الاورام او الخلايا الورميه اللي راح تغطي كل هاي الاعضاء الداخليه تبقى محصوره بمنطقه السطح، تبقى تنمو مغطيه السطوح بدون ما تحاول تخترق الاعضاء اللي هي مغطيه السطح مالتها. يعني مثلا هاي الخلايا اللي مسويه طبقه نقول طلائيه حايطه مثلا المعده ما تحاول تخترق النسيج المعده وتطب داخل المعده، تبقى على السطح مالتها. هذا نحكي عليه سرطان المبيض كمثال. بعض الاحيان sometimes mucus secreting appendiceal carcinomas or ovarian carcinoma fill the peritoneal cavity with a gelatinous neoplastic mass referred to as pseudomyxoma peritonei. يقول في بعض الاحيان اكو بعض الاورام الاورام اللي من الابندكس والاعور تفرز مواد مخاطيه او بعض الاحيان سرطانات المبايض يملئن التجويف الخلب البريتون بماده سرطانيه جيلاتينيه. بعض الاحيان تسوي لهم تسوي كونفيوجن، يعني انه خلي الخبير او الطبيب او اخصائي علم الامراض يدوخ بيها وبين اكو ورم اللي هو المكزوما، اكو ورم مكزوما هو يفرز مواد جيلاتينيه لكن هو مو مكزوما، هو سرطان مبيض او هو مثل ما قلنا سرطان حشوي اخر اللي هو مع عضو اخر ممكن ينتج هاي المواد الجيلاتينيه وبالتالي يسبب لنا انه انتشار هاي الطبقه الجيلاتينيه داخل البريتون.
طريقة الانتشار الثالثة اللي هي عن طريق، أو طريقة الثانية عفوا، هذه وصلنا لها احنا، اللي هي الليمفاتيك سبريد عن طريق الأوعية الليمفاوية. تعرفون أنه الأوعية الليمفاوية هي الأوعية اللي ينتقل بها كريات الدم البيض، هي خاصة بالخلايا المناعية، هي وتمر بكل الأعضاء أيضا، فهي مثل أنه قنوات ممكن أنه يمشي بها خلايا سرطانية وتنتقل لأماكن أخرى. Transport through lymphatics is the most common pathway for the initial dissemination of carcinomas. الانتقال من خلال الأوعية الليمفاوية هو أكثر الطرق شيوعاً لبدء الانتقال للسرطانات الخبيثة، خصوصاً للكارسينوماز. الكارسينوماز اللي تنشأ من الطبقة الطلائية أو من الإبيثيليال تشو يسموها كارسينوما، مثل ما حكينا بالمحاضرة الأولى والثانية. لكن ايضا الساركوماز اللي هي اورام الجهاز الهضمي، عفوا اورام الجهاز الضام الكونكتيف تشو، ربما ايضا تسلك هذا الطريق، يعني مو بعيد. لكن الاكثر شيوعا هي الابيثيليال تيومرز اللي هي الكارسينوماز. الصوره اللي قدامكم على اليمين الشكل 7-16 يمثل عقده لمفاويه ابطيه اكزيلري لنف نود وبها ميتاستاسس. ماذا تلاحظون؟ شوفوا الكره اللي قدامكم هذه كلها هي اللنف نود، الكره الحمراء الداخل مالت النسيج لونه جدا طوخ، اللي تشوفوه اللي هو الهايبر كروماتيك، هذا هو النسيج الورمي ممتلئ كلها ماليها زين. مثل ما تشوفون بالنص اكو بروز، هذا هي قناه لمفاويه طالعه من هاي العقده اللمفاويه الكبيره. مثل ما تشوفون اكو كتل ورميه داخله بيها، فهذا هاي الكتل الورميه الداخله بيها وهي خلايا قليله ايضا، هاي راح تظل تمشي بالوعاء اللمفاوي لما توصل الى أعضاء أخرى عن طريق القناة الليمفاوية مرة بها، وبالتالي سووا بها أورام. تمام؟ Tumors do not contain functional lymphatics. الأورام عموما ما تحتوي على أوعية لمفاوية وظيفية. But lymphatic vessels located at the tumor margins are apparently sufficient for the lymphatic spread of tumors. لكن الأوعية اللمفاوية التي تقع قريبة من حواف الأورام عادة ما تكون كافية لاستعمالها من قبل خلايا الورميه للانتقال. اذا التيومر تشو النسيج الورمي بحد ذاته ما يكون اوعيه لمفاويه، او بعضها يتكون لكنه ضعيفه وغير كافيه، لكنه منو الاوعيه اللمفاويه الطبيعيه الموجوده قرب حافه الورم قد تعرفون بصفه الانفيزفنس والبنتريشن يخترقها الورم، ومن اخترقها ذاك الوقت راح يقدر يمشي ويا تيار مالتها وينتقل الى اقرب عضو اخر. امثله هنا نحكي ان بريست كانسر في سرطان الثدي determining the involvement of axillary lymph nodes is important for assessing the future course of the disease and for selecting suitable therapeutic strategies. في سرطان الثدي تحديد شمول العقد اللمفاوية الإبطية بالورم، يعني واصلها الورم، كلش مهم لتحديد مسار المستقبلي للمرض وباختيار المسار العلاجي المناسب، استراتيجية العلاج المناسب. يعني إذا كان الورم واصل العقدة اللمفاوية الإبطية، فإذا الجراح راح يستأصل كل العقد اللمفاوية من الورم الى الابطيه الى ما بعدها، حتى يمنع اذا خاف الورم خلايا ورميه عابره العقده اللمفاويه الابطيه فيستأصلها ويستأصل ما وراها، وبالتالي راح يسبب لنا يعني جراحه شديده للمريض. لكن اذا ما واصلها فالاستئصال يكون محدود ويتوقف عندها، وبالتالي يسبب لنا ضرر اقل على المريض. لذلك to avoid the considerable surgical morbidity associated with a full axillary lymph node dissection, biopsy of sentinel nodes is often used to assess the presence or absence of metastatic lesion in the lymph nodes. حتى نتجنب الضرر الجراحي الشديد اللي يكون مصاحب للاستئصال الكامل لكل المسار العقد اللمفاوية الإبطية، راح ناخذ بايوبسي، ناخذون بايوبسي من اللنف نود من السنتينل نودز اللي معناها سنتينل يعني اقرب لنف نود نحو من الورم، فاقرب لنف نود من الورم ياخذون منها عينه ويشوفون برزنس اور ابسنس، وجود او غياب السرطان المنتقل
في هاي العقدة الليمفاوية. إذا لقوه موجود يستأصلون كله، إذا ما لقوه موجود ما راح يستأصلون عندها ويتوقفون، تمام؟ وبالتالي هذا يتجنبون الضرر الشديد لسبب الجراحة الكونسيدرابل سيرجيكال موربيديتي، نتجنبها بهاي الطريقة. طيب A sentinel lymph node is defined as the first node in a regional lymphatic lesion that receives lymph flow from the primary tumor. مثل ما عرفت لكم اياها السنتينل ليمف نود هي اللي اقرب او اول عقده لمفاويه مناطقيه قريبه من الورم ويمر بها الليمف فلو الماده الليمفاويه اللي مسارها اللي طالع من هذا المكان. طبعا الدرينج خو ما يرجع لورا، هو تعرفون انه المسار ماشي باتجاه واحد، فالعقده الليمفاويه مو اللي وراها ورا الورم، لان الورم الفلو المسار مال الليمف سوليوشن المحلول الليمفاوي ما يرجع لورا، فذلك اول عقده ليمفاويه ورا الورم، يعني بعد الورم وليس قبل الورم، تمام؟ هذه اللي راح الفلو التيار راح ياخذها باتجاه العقده الليمفاويه اللي ورا الورم، وبالتالي لازم هذه تفحص حتى نشوف نستأصل لو ما نستأصل. The sentinel node mapping can be done by injecting of radio labeled tracers or colored dyes. ممكن انه نشيك هذه العقد الليمفاوية الاولى قريبة من الورم عن طريق حقن متعقبات اثر بها فد اشر اشعاعي بسيط او تكون ملونات، وبعدين نسوي فحص examination of frozen section، نفحص النسيج المجمد بعد ما يستوصلوه يجمدوه ويسوي تقطيع نسيجي على التجميد حتى يكون سريع، حتى يصير قرار هو طبعا اثناء عاده الكرايوستات اللي هو تقطيع النسيجي تحت التجميد يكون جدا سريع، يعني الجراح فاتح العمليه ياخذون البايوبسي العينه من المكان ويعطيها مباشره للباثولوجي، الباثولوجي مباشره يعرضها للتجميد الشديد تصير صلبه ويقطعها وهي تحت التجميد ويسوي منها سلايد ويصبغها كله خلال دقائق ويباوع بها، اذا شاف اكو بها ورم رسق للجراح هذه واصلها الورم، الجراح يستأصل بهالحاله، قال له لا والله ما واصلها، الجراح ما راح يستأصل يوقف عندها. فهاي فائده انه تصبيغ والنسيج النسيج اللي مع العقده الليمفاويه القريبه من الورم وتجميده. زين. Sentinel node examination has also been used for detecting the spread of melanoma, colon cancer and other tumors. يعني مو بس اورام الثدي ومنطقه الابطيه، لا، انه يعني اي ورم مثل سرطان الجلد، الميلانوما هذا بالجلد، ممكن يكون باي مكان بالجلد. فهذا المكان اللي بيه بالجلد اقرب عقده لمفاويه وين له؟ هم يروحون يشوفوها اذا واصلها، وهكذا الكولون كانسر اورام القولون، القولون طبعا تعرفون مليء بالعقد الليمفاويه لانه مكان تعرفون الامعاء معرضه الى الغذاء والغذاء بباثوجين واي، فالله سبحانه وتعالى خلانا الاوعيه الليمفاويه قريبه من العقد الليمفاوي من النسيج من الجهاز الهضمي، وبالتالي فحصها ضروري، فهم اقرب عقده الليمفاويه من الورم لازم نشيكها، وهكذا. طيب عندنا الطريق الثالث اللي هو الهيماتوجين سبريد، الانتشار عن طريق الاوعيه الدمويه. الانتشار عن طريق الاوعيه الدمويه هو يكون صفه مميزه للساركومز، الاورام اللي تنشا من النسيج الضام. But is also seen with carcinoma، ايضا شافوها ممكن يسلكها الكارسينوما، الاورام اللي تنشا من السرطان من الانسجه الطلائيه الابيثيليالز. زين، الشرايين الارتريز with their thicker walls واللي تمتلك جدار سميك are less radially penetrated than our veins، وتكون عرضه اقل للاختراق من الاورده. الاورده تعرفون جدارها يكون خفيف اخف و جدا من الشرايين، لذلك الاورام تقدر تخترق الوريد اكثر ما تقدر تخترق الشريان، وبالتالي تستعمل الاورده بالانتقال. الانتشار الشرياني arterial spread ممكن ايضا يحصل على اي حال، however
when tumor cells pass through the pulmonary capillary beds or pulmonary arteriovenous shunts. خليني اشرحها حتى خف صارت هوسه عليكم. وعندما تعبر الخلايا السرطانيه من خلال الاوعيه الشعريه للرئه او الاوعيه الشعريه الوريديه، العقده الوريديه الشريانيه الشانس اللي تكون داخل، تعرفون اكو الحويصلات تحط بيها اورده وشرايين، واكو منطقه انتقال بين منطقه التقاء بين الوريد والشريان في الحويصلات الهوائيه. زين، هاي المنطقه هي اللي تكون عرضه، زين، لانه يصير انتقال من انتقال الميتاستاسيس من الوريد الى الشريان في هذا المنطقه مكان الالتقاء. كذلك when pulmonary metastasis themselves give rise to additional tumor emboli، بعض الاحيان النقيله الواصله بالرئه راح تسوي لنا امبولاي اللي هي شنو، اورام خليه سرطانيه داخل الوعاء الدموي، تنمو وتتكاثر داخل الوعاء الدموي وتسوي لنا انغلاق له، فهذا النمو مالها داخل الوعاء الدموي هي امبولاي، وبالتالي يعني تسوي انغلاق وبلوكينج لتجويف الشريان. والفينوس انفيجن مع غزو الوريد، the bloodborne cells follow the venous flow draining the site of the neoplasm. بعملية الاختراق الوريد من الورم وصل للوريد واخترق الجدار مالته، الخلايا اللي انحملت مع الدم، الدم شلون السائل او شلون المي الشط من ينقل اي شيء يشمر خشبه بالشط، والتيار مالت الشط راح ياخذ الخشبه وياه، فنفس الشيء الخليه السرطانيه هنا ياخذها التيار مالت الدم وين ماشي الفلو، الفينوس فلو يعني التيار الوريدي، تيار الدم داخل الوريد، المسار ماله وين يروح راح ياخذ وياه الخليه السرطانيه. And the tumor cells often come to rest in the first capillary bed they encounter. وغالبا ما تستقر هاي الخلايا السرطانيه في اقرب اوعيه شعريه تصادفها، الاوعيه الشعريه راح تكون طبعا ضيقه جدا مثل ما تعرفون، فراح ممكن تحشر بها الخليه السرطانيه، وبالتالي بعض المكان تبدا تلمو وتتكاثر وتسوي ورم في اقرب مكان من اوعيه شعريه يواجهها. Understandably يعني كما معلوم او مفهوم، الليفر واللنج الرئه are most frequently involved in such hematogenous dissemination، هم اكثر الاعضاء شمولا بهاي الطريقه. Because all portal areas drainage flow to the liver and all blood flows to the brain. لان الدم كله يمر لا عن طريق، لازم يمر عن طريق الكبد على مود ينظم الغذاء، ويمر عن طريق الرئه حتى ياخذ الكربون ويعطي الاكسجين. فاذا ذن العضوين هن اكثر عضوين ممكن يصير بهن ميتاستاسيس، لانه هن لازم الدم يمر بهن، فاذا اكو خليه سرطانيه جايه من مكان بعيد راح تستقر لو بالكبد لو تستقر بالرئه، وبالتالي السبب ان المرض الورم او الورم السكندري او الورم الثانوي. مثل ما تشوفون هنا هذا مقطع بالليفر، هاي المناطق البيضاء هي نقيلات من جت الخلايا السرطانيه ويا الدم للكبد، استقرت باكثر من مكان وكونت كتلة سرطانية مثل ما هيدا تشوفوها قدامكم. هذا مقطع نسيجي بسرطان، مقطع نسيجي لسرطان مال القولون منتقل بالرئة. شوف هسه على اليمين نسيج الرئة الطبيعي، هاي الفيزل الالفيولاي الحويصلات الرئوية الالفيولاي، وعلى اليسار هو الورم. هذا الورم جاي مستقر، شوف شلون متكون نسيج الرئه اللي هو كله حويصلات هوائيه، شوفوا شلون استبدل بنسيج ورمي بدا يقضي على نسيج الرئه، وبالتالي يمنع المريض من التنفس اذا استمر. شلون هاي النقيله جت من القولون مع الدم وراحت للرئه، حتى طبعا هي انتقلت ويا الدم، تعرفون الدم يروح للرئه حتى يتخلص من السي او 2 وياخذ اكسجين. هنا الخلية السرطانية مشت ويا تيار الدم الوريدي والان وصلت للرئة، استقرت بالرئة وبدأت تنمو وتتكاثر، وبالتالي شغلت مساحة الحويصلات الرئوية وقضت عليها وكونت نسيج غير وظيفي خطر على حياة المريض.
Many observations, عديد من الملاحظات تقترح suggest that mere anatomic localization of the neoplasm and natural pathways of venous drainage do not wholly explain the systemic distribution of the metastasis. يعني اكو ملاحظات تشريحيه وتموضع تشريحي يعني في اماكن غريبه للاورام في ممرات طبيعيه التيار الوريدي ما يمشي ويا الفكره السائده لتوزيع النقيله، يعني نوع من الشذوذ خلينا نقول. كمثال البريست كارسينوما تفضل لقوا دائما سرطان الثدي بريفرنشيالي سبريس تو ذا بون، ينتقل الى البون الى العظم، يعني مو ما ينتقل للكبد او ينتقل للرئه، ولا هو ممكن ينتقل لهم طبعا مو نقول لا، لكن اغلبيه الدراسات شافت الانتقال سرطان الثدي للعظم. طيب ليش وشلون؟ اذا اكو فد صفه معينه تخليه شي يصير. البرونكوجينيك كارسينوما سرطانات البرونكاي يعني الاوعيه التنفسيه tend to involve the adrenals and the brain. الادرينال جلاند تعرفوها هاي اللي تكون فوق الكليه او بالدماغ، يعني سرطان هو بالرأي تلقى النقيله مالته بالغده الكظريه اللي فوق فوق الكليه لو بالدماغ، فشيء غريب. او نلقى سرطان الخليه العصبيه نيوروبلاستوما يروح للكبد او بالعظم، هو سرطان نشا بالدماغ او نشا بخليه او بالاعصاب لكنه نلقاه منتقل بالكبد وبالعظم. زين فالمكان بعيد تشريحيا جدا وغريب، يعني حتى مو ضمن تيار ماله، يعني اذا هو اكو حواجز اللي هي الموجوده بالدماغ قد تمنع المفروض لكن نلقاه موجود. conversely skeletal muscles يعني على العكس انه او يعني فشي يعني مثير للاهتمام السكيلتال ماسلز والسبلين اللي هم despite receiving a high percentage of cardiac output and having large vascular bed are rarely the site of secondary deposit. الخلايا العضليه الهيكليه والطحال اللي يستقبلون اوعيه دمويه جايه من القلب عاليه كلش هوايه، تغذيه دمويه بالعضلات عاليه جدا، تعرفون انه حركه تتطلب تغذيه دمويه عاليه، والطحال اللي هو يستقبل ينظف الدم. لكن مع ذلك شافوا انه نادرا ما تصير دي نقيله، نادرا ما تكون ورم بالطحال، موجود مو ما موجود لكن نادر اقل من باقي الاعضاء. والخليه العضليه كذلك نادرا ما نلقى ورم جاي مستقر بالعضلات وبيسوي ورم ثاني. هاي شلون شو يفسروها؟ the proper basis of such tissue specific homing of tumor cells. يعني الهومينج شنو معناها؟ هنا انه ممكن اكو بعض الانسجه توفر ملاذ امن للخلايا السرطانيه مو بيئه معاديه، يعني بعض الاحيان هي خليه سرطانيه هي خليه تجي اول وتالي، فاذا المكان اللي تستقر به لازم تستفاد من عنده ويوفر لها علاقه جيده، انه يوفر لها غذاء، يوفر لها تبادل غازي حتى تقدر تتنفس وتقدر تمارس الفعاليات الحيويه. لذلك مو كل عضو مو كل خليه تقدر تقعد بيه وتنمو وتتكاثر، اذا تفسرت من هذا الجانب.